لهفة نفسي لنسى كالموع ولا واليتامى إذ غدت بين الطغاة باكية تنشاكية تنصارخات ولا حولك تسعى وتطوف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي سادتي يا ليتنا ثم يا ليتنا سادتي روحي يا مولاي وأرواح من في الوجود لك الفداء وما أقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والرداء أيها المذبوح من القفا يا أبا عبد الله سادتي يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما نعم آل نعمين بالمقيم أقاموا وعفى ربع لهم ومقام وحبست المطايا أسأل الدار عنهم فمن أين للربع الدريس كلام رعى الله قلبا لا يزال مروعا يسيم مع القادم حيث أسام أتته لأصناف العراق كتائب لها الوفاق بدء
والنفاق ختام، أن اقبل إلينا مولا وسيدا وأنت لنا دون الأنام إمام، أن اقبل إلينا مولا وسيدا، لك الدهر عبد والزمان غلام. سألت ربع الندى والدمع ينهمل عن معشر ها هنا عهدي بهم نزلوا، أين استقلوا عن الأوطان وانتقلوا، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وخلفوا في سويد القلب نيرانا، يا عاذلي ما يقطع ما عندكم ودعوا، أبكي على من بقلبي حبهم طبعوا، وعن طيب الكرام منعوا، نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا، لا أزرعن طريق الطاف يا فريحانا، قوض ضعونا من المدينة، وسافر حسين خايف وخلف الضعان، محمد وام الابن حالة محمد يا خليك تشجل عادي، مشقوق جيبه ويا الطميل هام وينادي، يا حسين لا تشوق الضعان ذايب فادي، كل ما تلوم الناس يصف جراح اليدين، ومن الوجد نشفى الدمع ولونها هبطا، وكل ما يسلون جذاب وناته صا، لا حد يسلين ترى من الاخره، كلكم ما تدرون بمصاب يا مسلمين، هل يقودون الضعاين هالنشامة، قلبي معاهم وباني عليهم بالسلامة، لكن خايف خايف يرد هالضعان، بس نسوى ويتامة، ريض لخيك بالضعان يا قرة العين، يا حسين سلطان البلد لو عزم يشيل، تطلع الناس تشيعة وتسرح الخيل، وانت يا سلطان المدينة طالع بليل، ريض لخيك بالضعان يا قرة العين، هذا حال أخو محمد بن الحنفية، لكن إش حالة العليلة، من سافر وما شوف
منهم خبر جاني شيخ العشير حسين ضيعني ونساني وانا مريضة والمرض غير الواني ما اقدر عاين دورهم ظلمة وخلي. اسم الله عليك يا بنت الحسين من التعب من الحزن وكاني بها تنادي تقول ما نبتكم هل الطيبين والشر ما نبتكم مراسيل وعتاب يا ابويا ما نبتكم تحسبوني غريبة ما نبتكم عمي يا بفاضل الحياة ياك علي منا يا اللي تريد تشيل منا كرهت السلف لو زعلان منا ابو ياخذوني خادمة وحط علي منا عقبكم يا حشيل من زيل يا ييل علي اخذوا مسرج الخيل والله الخيل وحط فراشكم لو هود الليل ابويا على فراكم ماليش طاقة وبس راحت بالنياحة ابويا لا صديق ولا قرابة عقب عينك يجي ويوقف على الباب يا والله عقب عينك يجي ويوقف ياف على الباب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم ظالم آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين بحق الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا في الليلة السابقة عن المجرى لسلوك الله للسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، حيث لا يؤخذ السلوك من هنا وهناك، لأن قلنا أن العلم علم أهل البيت سلام الله عليهم استغراقي يفيد العموم، ولا تنفع أي معلومة من هنا وهناك إلا أن تؤخذ عن طريق أهل البيت سلام الله عليهم. وذكرنا أيضا أن لابد أن يرجع الشخص الملك إلى مالكه الحقيقي وهم أهل البيت سلام الله عليهم. لعل البعض في بادئ ذي بد يبدأ بتعلم العلوم، ومن ثم بعد فترة ينظر بنظر الاستقلالية عن أهل البيت سلام الله عليهم.
يعني ينظر إلى أن هذا العلم هو مستغني وخارج ومالك من دون أهل البيت سلام الله عليهم، فيتصرف تصرفات. بغير ما قال الإمام السجاد سلام الله عليه: اللهم اجري على يديه الخير ولا تمحقه بالمن. يعني هذا ترجع العلم إلى أصحابه، وجريانه على يديك هذا فضل أخذوا به لو أهل البيت سلام الله عليهم، ونعمة يشكرون عليها. فلذلك لعل إبليس في بعض ذي بد إذا أراد الإنسان أن يتعلم علوم يمهله في البداية، ومن ثم يلقي عليه العجب، كما ورد في الرواية أن آفة العلم في على رواية النسيان، وعلى رواية أنها العجب، ينظر إلى أنه علمه مو محتاج إلى أحد، فيرد الملك إلى مالكه الحقيقي. اليوم نتكلم عن هذه النفس وماهيتها، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان هذه الحقيقة، أعطاها الإنسان وخيره أن يضع الصورة لهذه اللي هو المادة، لأن اتفقت كلمة الحكماء على أن كل مخلوق هو زوج تركيبي، له مادة وله صورة. والحكم كما قال شيخ المتألهين الأوحد الأحسائي محمد وآل محمد، الحكم على الصورة وليست على المادة. طيب مثال الشيخ يقول: لو عندك قطعة خشب وصنعت بها صورة صنمية وصورة سريرية، تحكم على أن الصورة الصنمية أنها حرام، وتحكم على الصورة السريرية على أنها حلال، ما في حكم على المادة مثلا حرمة وحلال في الخشب، لا، إنما تحكم على الصورة. كذلك إذا سلطت أشعة شمس على أرضين، أرض مليئة بالزهور وأرض مليئة بالجثث، الإشراق من الشمس ولكن هذه لا تزيدها المدد إلا طيبا، وهذه الجثث الأرض المليئة بالجثث لا يزيدها المدد إلا نتانة، وهذا الإمهال لأعداء محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. كذلك إضافة إلى مثال ثالث: لو سلطت أشعة شمس على جدار، ظاهر الجدار عليه نور الشمس، بسبب كثافة هذا الجدار تكون الظل، فهنا إذا تكلمت الشمس تقول للجدار: أنا أولى بالنور الذي على ظاهرك، وأنت بسبب هذه الكثافة أولى بهذا الظل اللي هو المنكشف. فهذه على قضية المادة والصورة، كل شيء في الوجود، كل شيء في الوجود أطلق عليه شيء فهو مركب من مادة وصورة، أو قل جهة إلى ربه وجهة إلى نفسه، أو قل ألهمها فجورها وتقواها، أو قل نجد الخير ونجد الشر، أو نظر الإنسان إلى ربه والثاني نظر الإنسان إلى نفسه. طيب هذا المعنى موجود في الروايات؟ نقول لك نعم. قال النبي محمد صلى على محمد، يوم من الأيام بين جل من أصحابه يقول: ألا أدلكم على حسنة؟ إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. قال: وما هذه الحسنة يا رسول الله؟ قال: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالسؤال واحد في عالم الذر: ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي إمامكم وفاطمة الزهراء وأبناؤهم المعصومين حجة عليكم؟ السؤال واحد.
ولكن اختلف الخلق بسبب اختلاف إجاباتهم. هذه المادة هي السؤال، والصورة تكونت هي الإجابة، فمن أجاب بالولاية كانت صورته حسنة التي لا تضر معها سيئة، وهي الصورة الإنسانية. لذلك اللي أجاب ظاهر وباطن في عوالم الذر، عوالم قبل الدنيا، خلقت صورته إنسان في الباطن والظاهر، لأن الصورة الإنسانية هي صورة الولاية. وبعضهم أجاب بالظاهر بلفظ الاستهزاء وقلبه منكر، فلذلك تجد الصورة الظاهرية له إنسان وباطنه شيطان عدو لمحمد وآل محمد. على محمد. وإنما أخذ هذه الصورة الإنسانية استعارة، والبعض توقف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما تكونت لا صورة، ما أجاب. هذا تحدد صورته إما في الدنيا وإما في البرزخ وإما يوم القيامة. في المحشر اللي هو ينصب له جبل الفلق، جبل من نار، قل أعوذ برب الفلق، جبل من نار، فيؤمرون بالدخول فيها، فإذا دخلوا كانت بردا وسلاما بسبب إجاباتهم، وإذا أعرضوا عنها دخلوا إلى جهنم. طيب، هذا اللي يعادل التكليف، هذا ما يدخل الجنة الأصلية، لا، هنالك على السبق في الإجابة أن يدخل في الجنة الأصلية، لكن من تأخر أو اللي هو ابن الزنا الدنيوي، راح نبين هذه القضية في الأيام الجاية إن شاء الله، الفرق بين ابن الزنا الدنيوي وابن الزنا الفطري. صلاة على محمد وآل محمد. ما صلي على محمد وآل محمد. فقضية أن الله سبحانه وتعالى خير العباد وجعل لهذه الجنان حظائر. شنو معنى حظائر؟ هي ظل الجنة الأصلية. هذا المجانين يعرض عليهم التكليف، يعاد لهم التكليف، ومن ثم إذا أجابوا أدخلوا حظائر الجنة. كذلك اللي هو مؤمنين الجن يدخلون حظائر الجنة. طيب، لعل السائل يسأل، الآن نسمع في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أن هنالك 8 جنان وهنالك 7 نيران، شنو الفرق؟ ليش زاد العدد؟ 8 وهي أعلى الجنان وهي في وسط الجنان هي جنة عدن خاصة في محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد. لا يدخلها إلا أهل البيت سلام الله عليهم. إذا مرت عليك رواية، إذا عملت العمل الكذائي تحشر مع الحسين في درجته. في فرق هنالك بين المحاذاة وبينه اللي هو الملاصقة، أن يكون في نفس جنته، وبين المحاذاة يكون بالجوار، ليس أن يدخل هذه جنة عدن، بل خاصة في أهل البيت سلام الله عليهم. فسبع بعدين تقابل 7 اللي هو النيران. طيب، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. هذه جن أو نار التكليف، هذه في عوالم الذر الله سبحانه وتعالى أوقد نار وأمر أصحاب اليمين أن يلجوا هذه النار، فدخلوها فكانت بردا وسلاما عليهم، وأمر أصحاب الشمال فلم يدخلوها، وكان الأمر على 3 مرات ما دخلوها. طيب، ما هي ماهية هذه النار؟ هذا ينقلها صاحب منهاج السالكين للشيخ علي نقي ابن الشيخ الأوحد الأحسائي. صلاة على محمد وآله محمد. هذه النار أيضا الإنسان المؤمن دخلها، ولذلك هذه يسمونها نار التكليف. تنظر إلى هذه الحرقة والدمع والهم والغم على أبا عبد الله الحسين على أنها حرارة ظاهراً،
ولكن في باطنها بردا وسلاما من محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد. فلذلك الله سبحانه وتعالى خير العباد وجعل لهم أن يضعون الصورة متى ما شاءوا. طيب، لعل البعض يعتقد أن هنالك عالم ذر واحد، لا، تنقلنا من عالم إلى عالم. أول ما خلق الله العقل استنطقه، قال له أقبل فأقبل، هذا رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال له وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك. فأول ما خلق الإنسان جعل في عالم العقول، يسأل السؤال هذا ألست بربكم، يسأل في كل عالم، يسأل في عالم العقول، فإذا أجاب أخذ نصيبه من العقل، ثم انتقل إلى عالم الأرواح وأخذ نصيبه من الروح، ثم انتقل إلى عالم النفوس وأخذ نصيبه من النفس، ثم إلى الطبيعة، ثم إلى المواد، ثم إلى الجنة البرزخية التي كان فيها آدم، هذا عالم المثال. ثم انتقل إلى الثمرة، انتقل إلى الثمرة، لأن في الرواية إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج من المؤمن المؤمن والمؤمن من الكافر أنزل قطرات من تحت عرشه فتقع على ثمرة أو تقع على ورقة فيأكلها أحد الأبوين. ثم انتقل الإنسان من عالم الأصلاب إلى عالم الأرحام، ثم انعقدت النطفة. البعض يسأل ولديه اعتقاد أن الإنسان له روح واحدة، لا، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أن رواية كميل وأيضا رواية الأعرابي يقول على النفوس الثلاث أو الأرواح الثلاث، الروح النباتية والروح الحيوانية والروح الإنسانية، فبمجرد انعقدت النطفة ولجت فيه أول روح. شنو أول روح؟ الروح النباتية، هذه عملها كما قال أمير المؤمنين النمو، فقط تنمو، إلى أن يقول لك أتى على الجنين الشهر الرابع، تحرك الجنين في بطن أمه ولجت فيه الروح الثانية مع بقاء النباتية، ولجت فيه الروح الحيوانية التي دأبها الحركة والشهوة، ومن ثم ولجت فيه الروح الثالثة في أثناء الطلق، زج الملكين هذا الجنين، فلما خرجت ولجت فيه الروح الثالثة وهي الروح الإنسانية التي دأبها العلم والعمل، هذا غذائها. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرواح في الإنسان. زين، طيب، شنو هذه القاعدة التي تفتح قواعد أخرى؟ شنو استفيد من هذه القضية؟ هذه تعلم الإنسان شلون أن بدنه على الفراش، وإذا يشوف نفسه عند مرقد في المنام، عند مرقد أحد المراقد لمحمد وآل محمد، يقول شلون؟ نقول لك هذا ما ذكره الميرزا علي الحائر الإحقاقي صلوات على محمد في كتابه الكلمات المحكمات، أن تبقى في الجسد إذا نام الشخص تبقى في الجسد الروح النباتية، هذا اللي فقط عملها النمو، وأيضا تبقى الروح الحيوانية التي دأبها الحركة، فتشوف الإنسان ينمو ويذبل ويتحرك على فراشه كحال الجنين في بطن أمه، بينما الروح الثالثة الروح الإنسانية ينظر إلى نفسه مثلا في جوار قبر النبي المصطفى محمد، محمد وآله، مع بقاء شعاع بينه وبين جسده. لذلك
سمي أنه النوم أخو الموت، ولذلك الفرق بينهما أن النوم تبقى روحين ولكن النوم تخرج الثلاثة أرواح. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل ثلاث غسلات ليه، اللي هو الميت، الماء والسدر والكافور، جعل هذه على الثلاثة أرواح لكل منها غسل. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرواح للإنسان من فاضل أرواح أهل البيت سلام الله عليهم، لأن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد. اللهم صل على محمد. لا تقول هذا اسمي وهذا اسم المعصوم، لا تقول هذا بدني وهذا بدن المعصوم، لا، لا اشتراك. الله سبحانه وتعالى أعطاهم ما لم يعطي أحدا من العالمين. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل الأصالة للمعصوم سلام الله عليه، ولبقية الخلق خلقت من فاضل المعصوم بتوسط المعصوم سلام الله عليه، ولذلك بدن المعصوم سلام الله عليه نوراني لطيف معتدل الطبائع. فلذلك كما أن المعصوم معصوم أيضا بدنه معصوم، فلذلك تنظر على قتله إلا أنه الأجزاء حية، تنظر إلى رأس الإمام الحسين سلام الله عليه يتلو القرآن فوق الرمح. القضية الثانية أيضا تقلب جسد النبي صلى الله عليه وآله بين يدي الغاسل، كذلك قضية الزهراء يوم أقسم عليها الإمام الحسين سلام الله عليه بحق جدي رسول الله كلميني، وإذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه والعيش الذي عاش به رسول الله سمعت فاطمة حنت وأنت وضمت الحسنين إلى صدرها. فهذا دليل حياة الأعضاء. فلذلك المعصوم سلام الله عليه تشوف الأخبار أن لا يرى لبدن الإمام ظل، ما عنده ظل الإمام، بل لو في الواقع أن الشمس عبارة عن ذرة تراب تحت قدمي محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. البعض يسأل يقول على اعتدال اللي هو طبائع جسد المعصوم سلام الله عليه، شلون يصاب بالمرض؟ لأن بدن المعصوم لولا القتل والسم لعاش، لأنه معتدل الطبائع. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الخاصية في المعصوم، لأن الخلق خلق لأجلهم. يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. صلى على محمد. يسأل واحد يقول شلون أنظر إلى رواية أن الإمام الحسين سلام الله عليه واحد عنده حمى، فمذ دخل عليه الإمام الحسين قال يا كباس ألم يعهد إليك والدي أمير المؤمنين ألا تقربي إلا عدوا أو مؤمنا تكون كفارة لذنوب، فما بال هذا؟ هذه قضية. القضية الثانية وهي الإمام الصادق سلام الله عليه أصيب بالحمى لمدة ستة شهور، وكان يضع عليه القطفتين الباردتين ويستغيث بفاطمة الزهراء سلام الله عليها. يقول شلون وجه الحل بين هذه الروايتين؟ اعلم أن كل بلاء يصير عند أحد الأئمة يكون هذا حمل وكفارة لذنوب شيعة عصره، إلا أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه. هذه ينقل رواية الميرزا محمد باقر الإسكوئي في كتابه المجموعة الثانية، يذكر هذه الرواية في أول المجموعة الأولى، يذكرها في نهاية الكتاب
شوف شلون أبا عبد الله الحسين اشترى من المؤمنين أنفسهم. يقول في عوالم الذر قبل الدنيا يقول نادى مناد أن تصدر ذنوب من كهول الأمة فمن يشتريها. تقول الرواية نداء نداءين إلى سبع نداءات، فقام أبو عبد الله الحسين أنا أشتريها يا رب. بما تشتريها يا حسين؟ قام يقول له بمهجتي وروحي. قال له قبلت ذلك. قال له النداء تصدر ذنوب من شبان الأمة فبما تشتريها يا حسين؟ قال له بقتل شباني وأبنائي. قال له قبلت ذلك. قال له تصدر ذنوب من نساء الأمة فبما تشتريها يا حسين؟ قال له بسبي أخواتي ونسائي وأثبت ذلك في صاك. وهذا العهد الذي نزل على أبا عبد الله الحسين يوم العاشر يخيره بين البقاء والرحيل. ألا من مناد وحسينا والسيدة، هيا قلبك إلى الإمام حسين 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 حسين. هنالك زائر كل سنة يأتي إلى بيت الإمام سنة من السنوات ينظر إلى تلك الدار مغلقة وإذا بالنداء، والله تنادي قطع الرجاء منا ولا مال وصفقة واليمنى بالشمال تشفل الذي يعطيكم المال في كربلاء قطعها يا الجمال. لكن في مثل هذه الأيام شلون مشى الحسين؟ خرج عند قبر جده المصطفى صلى الله عليه وآله انكب على ذلك القبر، ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود النهى يندك بين الدكتين. يا جاد صفو العيش بعدك بالأكدار شيب، وشاب الهم راسي قبل أبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب بنداء وافتجاع، يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي حقيق في الذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من صبر وحسم سابق، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمرا قد علا.
صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، وكأني بالأيام من بناتي تستغيث ثقبا تستعطف القوم وقد عز المقيد، وقد يرى أجسادهن الضارب والسير الحثيث بينها السجاد بالأصفاد مغلول اليدين، فبكى قرة عين المصطفى والمرتضى رحمة للآل، لا سخطا لمحتوم القضاء. شو يقول أبو عبد الله؟ يقول له يا جايد ضمني وسط اللحد وياك، تراني الضيم شفته عقب عينك، قال له يا عزيزي قبرك هناك تموت وتنذبح بالغاضري، ودع قبر المصطفى التفت على قبر مكسورة الضلعين، وإذا بصوت خلف الحسين ينادي إن جايان رايح للزهرة يا غالي، إليها بعد سلامي يا ظلالي، وقلها ترى الدهر غير أحوالي، من المدينة أطلعوا حولي رجالي، واليوم ذليلة من غير هي تمرق على الروضة وقلبه من الوجه الذاب، وعفر خدود وح قلبه بذاك الاترى، قالها عزيزك يا بتولة من الشعر شاب متحير وبالوطن ما يحصل له قعود، هل الدمع تولي الصق فوق القبر صدره يبكي وينادي في أمان الله، يا زهرة مكسور قلب من الهضم والله، يا جبرة رد القبر خيا وقلبه بنار موقود. التفت عند قبر أبو محمد انحنى على ذلك القبر، اتخاصر على قبر العضيد ويعلم الله بأحزان قلبه يوم صاح وداعت الله، هذا يا خويا اللي علينا قدر الله سمك وذبحي من قبل تكوين الوجود، وانت قضيت اللي عليك من المنية وعالجت غصتها وظل اللي عليا، وقصدي بهالسفرة روح الغاضرية، عندي خبر من طلعتي للدار ما عود، والله يا ابو محمد علي رحب الفضا ضاق، وقلبي تراه ضاق من لوعات الفراق، قبرك يا خويا بالمدينة وقبري بالعراق، ورد للمنازل والدمع يجري بالخدود، وإذا ما حملوا المحامل وما خرجوا النسوة التفت الإمام الحسين إلى العباس، ما يطلعون إلا زينب تطلع، يوم الذرع الشيء أنواع الشيء
جاب المحامل للحرم وكل فارد وجحد طاوع على زينب مبتسم عباس راع المرجال قال هاي يا مهجات حالي قومي نرد الكربال قالت يا خو يا وما احملي يا هو الذي يتكفل قال لها عنا تبشري امرك نود نتماثل قالت ونعم الذخر والممشى وياكم حلا كل ساعة عباس ونزل محمل الحور راي عدل صد لحسين نونا شهد شنهينا زيل تكبل فال قال لا يا اخويا ونزلتي تدري بختنا مدلله ما تحمل الذل يهضم فطرت على العزو العلا ليتك يا عباس تحاضر يوم طلعت من كربلاء تستر وجهها جفوفها والدمع على خد زايلة وإذا بالضعان مشى لكن خرجت خلف الضعينة يا أولاد الأربعة تسمعون بحسين أريد أنكم توصون أخاف والذي كتبه ويغدرون بأخوكم وحسين نور العيون قال لا يا والدة لازم تسمعين وعن كربلة لازم تخبرين أصيرا عبد مملوك الحسين ثم التفتت إلى العباس قال آيات يا عباس يا حشاي تستمع مني وصاياي يما لما تطب المشرعة لا تشرب والماي ذهبوا خلت الدور من الحسين وإذا لما عادت خيل الحسين إلى المدينة هنالك طفلة جالسة عند الباب وتنتظر جاية والدها إش حالة العليلة بنت جايبوها من السفر اتقايا والبويا شعط لايك والهسة ما جيت من مثل اليوم أنا فارج البيت لبست هدوم حلوة وحنة حطيت آيا لوعتي ويا يا
وحشة البيت فرشة دار ابوها ودار عمها وغدت تنتظر جاية سلمها سمعت خيلها الاوزال هما وعدلت ما دخوها ام قلب الاحنين العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وفيها لنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. جماعة الحاضرين احفظهم فردا فردا، المؤسسين تقبل اللهم أعمالهم وأعمال الحاضرين، ارحم موتانا وموتى الحاضرين. والفاتحة مع الصلوات. يا تريب الخد في رمضة الطفوف ليتني دونك أنا يا تريب